دور جامعة الدول العربية قديم مهم في هذا التعاون. شكرا. الصورة النهائية قالت لنا طبعا السيد وزير قد ايه الفترة الأخيرة الأربع مراكز اللي تم تفعيلهم، ففي تكريم للسيد الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي معالي وزير الصحة والسكان المصرية. الوزارة بتاعه طبعا متواجد. الأستاذ الدكتور أحمد محي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتسلمه الدكتور محمود الشمير. السيد المستشار سعيد الحادي مدير إدارة الصحة بجامعة الدول العربية النفس. هنا سفكي. دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف. كده أنت كده بره. هتناخد الفرع الأول. وعفاف أحمد علي رئيس الصبر لخدمات نقل الدم. كان في برضه منظمة الصحة العالمية جان جابور، وكان دلوقتي كلاوديو ماركو زوج الصليب الأحمر السويسري تكريم. هنا فن. دكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الطبي. كم من الناس اللي عملوا في مجال صبروا قدام التكتيكي من حضرة الدكتورة مالي. أنا بس عايزة في حاجة طبعا ما تتبقش في الورقة، إنه يعني احنا عايزين نكرم الدكتور ابراهيم الكرداني. دلوقتي حفظ الدكتور مالي يقول يعني تكريم كثير لكل الناس اللي موجودين عندنا، كم كبير جدا. لكن لا، هي ما فكرتش كده، هي فكرت في المصلحه العامه.